الأسد والجيش الحر حول محيط مطار تفتنس، حدثنا أكثر حتى هذه اللحظة، هل تم السيطرة عليه؟ يعني ما هي أكبر الصعوبات التي يواجهها الجيش الحر في محيط هذا المطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك الأخبار كانت متواترة عن السيطرة على المطار تفتناز، ولكن دعيني أن أتحدث لك عن مختصر ما حدث في معركة تحرير مطار تفتناز منذ اليوم الأول. نعم تم تفضل. إسقاط طائرة مطرحية وطائرة حربية من نوع ميج وفوق المطار، وذلك في اليوم الأول من المعركة. تم تدمير وإعطاء معظم الطائرات الرابضة في الموجودة في المطار، تدمير دبابة تي 72 وراجمة صواريخ ومدفع 23، نعم مقتل حوالي 5 ضابط وصف ضابط ومجندين، بالإضافة إلى قائد المطار ورئيس قسم الاتصالات، انشقاق عدد من العساكر والضباط بأعدادهم الكامل. المعركة كانت قوية جدا، والمجاهدين الأبطال موجودين على أسوار المطار. نعم المطار لم تتم السيطرة عليه، ولكن تم تدمير العديد من المباني الموجودة فيه وتدمير بعض الطائرات. هناك صعوبات كبيرة بسبب تحليق للطيران الحربي، حيث لم يترك الأجواء. هناك صعوبات قليلة، ولكن الثوار المجاهدين يحاصرونه ويطبقون عليه حصار خانق، بحيث لا تستطيع أي طائرة أن تخرج من المطار. نعم سيد أبو علي، الطيران الحربي، سيد أبو علي، نعم يعني أنت تحدثت أن الثوار يعني يخوضون معارك طاحنة ويعطبون ويدمرون آليات، يعني لماذا يتم إعطاب وتدمير هذه الآليات بدل من الاستفادة منها خلال هذه المعارك؟ لم أسمع السؤال. نعم سألتك أن الثوار كما أسلفت أنت أن الثوار يعطبون ويدمرون آليات للجيش النظامي لعصابات الأسد، لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الآليات وهذه الدبابات بدلا من تدميرها وإعطابها من قبل الجيش الحر؟ الطائرات الموجودة في الثوار قصفوا المطار بالدبابات والآليات الثقيلة. نعم الآليات الموجودة في المطار إذ لم يتم السيطرة عليها سوف تقصف المدنيين والأماكن والمدن المجاورة، ولن يستطيع السيطرة على المطار إن كانت موجودة. ليس نعم لهم سبيل إلا تدمير هذه الآليات، نعم يعني لأنهم لن الهدف سيد أبو علي، يستطيعوا دخول المطار إلا بعد تدميرها. نعم السيد أبو علي، يعني الهدف من قبل الثوار من تدمير هذه الآليات والطائرات في المطار هي حماية هو المدنيين من السيطر على القصف. المطار أصلا. نعم هو سيطر على المطار وإسقاطه، نعم لأن المطار عبارة عن جحيم يصب على المدن والقرى المجاورة في محافظة إدلب بالبراميل المتفجرة يوميا. نعم وكما تعلمون أن مطار تفتناز العسكري هو أكبر مطار للحوامات في سوريا، نعم وكما رأيتم المجازر التي حصلت أول أمس في معرض مصرين نتيجة القصف العشوائي من الطيران الحربي، لأن الطيران لن يستطيع حسم هذه المعركة في أسوار مطار تفتناز، فصب جام غضبه على هذه المدن. مدينة بن نعم رأيتم المجازر، ومدينة معارض مصرين كان هناك 7 شهداء منذ يومين نتيجة القصف، ولكن السكانات الموجودة على أطراف حول مطار تفتناز مثل المصطومة والنيرب ومن مدينة إدلب يتم القصف العشوائي على أسوار المطار ليتم السيطرة على الوضع. ولكن المجاهدين مصممين على القضاء على السيطرة على هذا المطار وإسقاطه، لأنه مصدر للخطر لجميع نعم المنطقة. في نعم أبو مدينة علي إدلب اليوم أروجي، كان اشتباك نعم أبو علي في أروجي مدينة مراسل شبكة شام، كنت معنا من إدلب، ومن إدلب إلى ثاني أكبر